chapter 4 is talking about preview of calculus. First section or first lesson in chapter 4 is limits. What is the meaning of limits? Limit معناها نهايات. Limit اللي هو النهاية أو النهايات عندهم. والسيمبل بتاع limit اللي هو بالشكل كده. Limit as x tends to أو approaches to a f of x. يبقى ال f of x هي functions اللي عايز أعرف الليميت بتاعها يروح فين as x approaches أو tends to a. لما ال x تقرب من ال a من ال number a أو العدد a يا ترى ال f of x هتروح لكام؟ خلاص يبقى الانسر مثلا ال. يبقى عايز اعرف لما الاكس تقول للاي الفاليو بتاعت الاف اوف اكس او الواي تندس تو كام؟ تروح للفاليو كام عندنا؟ يبقى ده معنى كلمه ليميت. طيب how to find the limit? We have two subsections او two methods to find the limit. Finding the limit using graph. لو عندي graph ازاي اعرف احسب الليميت عندنا؟ تاني طريقه عندنا computation of limit using limits rule. ليميت عندنا ليميتس رولز او اللي هو السبستيتيوشنز عندنا. يبقى عندنا طريقتين، طريقه الجراف وطريقه السبستيتيوشنز او رولز عندنا. فايند ذا ليميت، فايندينج ذا ليميت يوزنج جراف. اذا نحسب الليميت عند الجراف تاني يبقى السيمبل ليميت الفانكشن اسمها اف اوف اكس از اكس ابروتشز تو اي او اكس تندس تو اي ايكوال ال. يبقى الاكس قيمه الاكس لما الاكس تقرب للاي أنا عايز أعرف لما الـ x tends to a يا ترى الـ y tends to كام؟ لـ l. يبقى ده الأنسر عندنا. يبقى لو الـ x قرب، على فكرة مش شرط الـ x equal a، لا هي راحة للـ a. Approximately equal a does not equal a. يعني هي does not equal a، هي راحة للـ a. Approaches to a أو approximately a. يا ترى قيمة الـ y تروح لكام عندنا؟ تعال نشوف بالجراف هنا. معنى بتاعها بالجراف يبقى دي الفانكشن اف اوف اكس، ادي شكل الفانكشن اف اوف اكس واي ايكوال اف اوف اكس، عند الفاليو اكس تندس تو اي، ادي نقطة الاكس ده الاكس وهنا الواي، از اكس ابروشز تو اي، يا ترى الواي تندس تو كام؟ تندس تو ال، الفاليو عندنا عند الواي بال. يبقى كل ما الاكس تقرب للاي فروم ليفت فروم رايت، من الناحيتين فروم ليفت تو رايت ورايت، يا ترى من ناحيتين قيمه وانا ماشي من ناحيه اليمين ومن ناحيه اليسار الاثنين رايح لنفس القيمه عند ال L. يبقى لو رحت من ناحيه اليمين واليسار نفس القيمه يبقى في الحاله دي الفاليو او الفانكشن ليها ليميت، وقيمه الليميت هي قيمه الواي عندنا قيمه ال L. طيب تعال نشوف كيسز مختلفه عندنا. يعني مثلا دي كلها فانكشن واحده واي ايكوال اف اوف اكس، كل دي فانكشن واحده اللي هو بالريد كلر ده، كل دي فانكشن واحده واي ايكوال اف اوف اكس، ده الاكس والواي. طب تعال نشوف كده مثلا النقط، مثلا عند الاكس ايكوال ماينس 2، عند الاكس ايكوال 2 ماينس 2، يبقى انا عايز اجيب ليميت از اكس تندس تو ماينس 2 اف اوف اكس، يا ترى قيمتها كام؟ لما الاكس تندس تو او ابروكسيمتلي ايكوال ماينس 2 او ابروتشز تقرب لماينس 2، يا ترى قيمه الفانكشن دي تبقى الواي بتاعتها بكام؟ طب ادي الماينس 2. طيب فروم ليفت فروم رايت، هل نفس القيمه؟ يعني انا رايح فروم رايت هنا، هنا وانا ماشي من فروم رايت عند الماينس 2 قيمه الواي رايح لكام؟ يبقى الفانكشن رايح عند الواي بماينس 1. طيب فروم ليفت وانا ماشي فروم ليفت هنا رايح عند الاكس ايكوال ماينس 2، الواي رايح لفين؟ ل 2. يبقى معنى كده فروم ليفت رايح ل 2 وفروم رايت رايح لكام؟ لماينس 1. يبقى معنى كده داز نوت اكزيست، مفيش ليميت. ليه؟ لان الليميت لازم يبقى فروم ليفت وفروم رايت ذا سيم فاليو، يبقى داز نوت اكزيست، يبقى الليميت مش موجود. مش موجود، does not exist. تاني يبقى بمشي from left from right لازم يبقى ايه؟ نفس الواي، او بطريقه ثانيه عندي الماينس 2 نفس الواي، لازم اثنين هنا عندي اثنين واي. طب دي اوبن مش مهم، لان احنا بنقول does not equal minus 2، هي بتقرب لماينس 2. يبقى معنى كده النقطه اوبن او كلوزد، لا ما تفرقش معايا في الليميت. يبقى عند الماينس 2 في قيمتين للواي او قيمتين رايحين للواي، عند ال 2 والماينس 1 يبقى 2 different values from left or from right، يبقى does not exist، يبقى limit does not exist. طيب فضلنا ماشيين، مثلا عند ال x ب 0 limit as x tends to 0 f of x equal. طيب عند ال x ب 0 وانا ماشي from left from right، وانا ماشي كده عند ال curve رايح لل y بكام؟ ب 1. طيب وانا ماشي from left جاي من ال left بتاع الفانكشن، وانا ماشي رايح عند الاكس ب 0 رايح عند الواي بكام؟ ب 1. يبقى الاثنين نفس القيمه، هي
هنا 1 وهنا 1 يبقى the same value equal 1 يبقى limit equal 1. طيب open او closed مش فارقه لان الليميت ما بيجيبش الاكزاكت فاليو، انا بجيب ايه؟ بجيب رايح لفين، تندس تو كام او هيقرب لكام. يبقى دي لو كانت open برضو كان هيبقى limit equal 1. طيب فضلنا ماشيين لان النقطه اللي اسمها 3 مثلا limit as x approaches to 3 f of x equal عند الx equal 3 from right، انا ماشي كده from right اهو عند الx ب 3 رايح لفين؟ رايح لفين مش بتساوي كام؟ رايح للزيرو. طيب from left يبقى ده from right رايح للزيرو. طيب from left عند الاكس ايكوال 3 الواي رايحه فين؟ للزيرو برضو، يبقى الايكوال زيرو. طبعا open او close is a same meaning لان احنا قلنا احنا بنعمل approaches approximately، يبقى معنى كده في الليميت لو هي open او close مش مهمه، لكن بعد كده في سيكشن 4.2 واحنا بنتكلم على continuous مهم عندي open او close. لو open تبقى not continuous لكن ليها limit، لكن ما تبقاش continuous عندي زي ما هندرس بعد كده. طيب يبقى دي ليها ليميت، يبقى الفرق بين البوينتس ماينس 2 ان مالهاش ليميت لان 2 ديفرنت فاليوز للواي. طيب حتى لو اوبن او كلوزد، طيب يجي حد يقول لي طب عندي 3 هنا اوبن بس في ماينس 1، اي بس الماينس 1 ده جاست بوينت حتى لو كلوزد مش موجود على الكيرف، ما دام مش موجود على الكيرف خلاص لو في نقطه حتى لو كلوزد بس بعيد عن الكيرف معناها مش كنتل الواي، لا ده كنتل معناها ايه؟ انا عندي الليميت ايكوال 0 لكن الديفينيشن يعني الاف عندي 3 ايكوال ماينس 1 لكن الليميت عند الاكس ابروتشز تو 3 للاف اوف اكس ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى انا بجيب الليميت من على الفانكشن مش البوينت، من على الفانكشن نفسها من على الجراف نفسه مش البوينت. يبقى البوينت دي بتديني مين؟ التعريف بتاع الفانكشن او الديفينيشن او الفاليو بتاع الفانكشن، لكن الفاليو بجيبها من الفانكشن منين؟ او الليميت بجيبه من الليفت والرايت زي ما احنا قلنا من على الكيرف نفسه، يبقى ليميت من على الكيرف لكن الديفينيشن من على الايه؟ من على البوينت نفسها. يبقى ده 3 different cases عندنا. طيب تاني تعالى نشوف find the limit f of x by graphing. هنا عايز بيحدد by graphing عايز يرسم. طيب limit at is as x equal كام او tends to 1 او approaches to 1 f of x equal كام؟ انا عندي هنا f of x عباره عن this wise functions متقسمه جزئين، يبقى اول حاجه نرسم لان هو قال لي by graphing. طبعا احنا هنحلها بجرافينج او من غير جراف، بس تعال نشوف او بالسبستيوشن يعني، بس تعال نشوف بالجرافنج الاول. يبقى ده الاكس والواي نرسم 2x minus 1 طبعا ده ستريت لاين، ده لاين لان الاكس باور 1 يبقى لاين. طيب تعال نرسم اللاين ده ازاي؟ عند all values except ال1. طب نعمل ايه؟ واحنا عاملين تيبل زي ما احنا عارفين الستريت لاين وي نيد اونلي ات ليست 2 بوينتس، ات ليست 2 بوينتس، فممكن نعوض باي 2 بوينتس مثلا 0 1 يبقى الواي كام؟ minus 1 1. هتقول لي طب ما هي ال1 مش موجوده، انا معاك ممكن نعملها اوبن يعني نرسمها وهو قال لي داز نوت ايكوال 1 نعملها اوبن او عند ال2 زي ما انت عايز كله صح. طب يلا ات اكس ايكوال 0 سبستيت الاكس ب 0 يبقى 0 ماينس 1 ايكوال ماينس 1 يبقى 0 ايكوال ماينس 1. ات اكس ايكوال 1 الواي ايكوال 1 يبقى عند الاكس ايكوال 1 الواي ايكوال 1 وعاملها اوبن. ليه اوبن؟ لان قال لي داز نوت ايكوال 1 بس، وانا عامل ايه؟ ستريت لاين بالشكل ده خلاص. يبقى ده ستريت لاين اسمه ايه؟ y equal 2x minus 1 واوبن عند الاكس equal 1. طيب f of x equal minus 4 if x equal 1 x y equal minus 4 او طب احنا عارفين f of x اللي هي الواي، f x equal minus 4 المفروض ده ستريت لاين يعني لما اجي اعمل كده ده x وده y، f of x equal minus 4 معناها ستريت لاين بالشكل ده صح؟ بس قال الستريت لاين ده عند الاكس equal 1 بس، يبقى عند الاكس ايكوال 1 قيمه الفانكشن بماينس 4 يبقى معنى ده مش ستريت لاين ده بوينتس جاست 1 بوينت. لكن لو دي ما كانتش مديني كونديشن كان هيبقى واي ايكوال ماينس 4 يبقى ستريت لاين، لكن اداني بوينت بوينت فاليو واحده الاكس يبقى نقطه واحده بس، يبقى عند الاكس ايكوال 1 عند الاكس ايكوال 1 قيمه الفاليو بكام الفانكشن ماينس 4 يبقى اجي تحت خالص عند الماينس 4 خلاص واعملها كلوز طبعا لان قال لي هنا ايه اكس ايكوال 1. طيب يبقى ده شكل جراف عند الواي ايكوال 2 اكس ماينس 1 واي ايكوال ماينس 4. طيب يا ترى الجراف بتاعنا ده عند الليميت اكس اهو ليميت اكس ابروتشز تو 1 اف اوف اكس ايكوال ايكوال كام؟ فروم نيجي نجيب عند ال1 عند ال1 انا ليه دعوه بالجراف؟ فروم ليفت فروم رايت انا ماشي كده اهو عند الاكس ب1 الواي رايحه فين؟ ل1. طيب فروم ليفت لما الكيرف بتاعنا عند الاكس رايح للاكس ب1 الواي ايكوال 1 يبقى الانسر ايكوال 1.
ايوه اوبن. هتقول لي طب ما هو ايكوال ماينس 4، لا ده الاف عند ال1 ايكوال ماينس 4 لكن الليميت ايكوال 1. يبقى تاني الليميت بجيبه منين؟ بجيبه من على الجراف نفسه، لكن الفانكشن كنت الفانكشن او الديفينيشن او تعريف الفانكشن او الفاليو بتاعتي بجيبها منين؟ من عند الكلوز صح. يبقى قيمه الاف عند ال1 بماينس 4، لكن قيمه الليميت عند الاكس ايكوال 1 ايكوال 1، ليميت اكس ابروتشز تو 1 ايكوال 1. يبقى ده قيمه الليميت عندك على شكل الجراف اهو. يبقى عند الاكس ب1 الواي ايكوال ماينس 4 صحيح، ده قيمه الفانكشن. يبقى اف اوف 1 ايكوال ماينس 4، لكن قيمه الليميت فروم رايت وفروم ليفت يطلع لي كام؟ الاثنين رايحين عند الاكس ب1 ورايحين عند الواي ايكوال 1. يبقى دايما اوبن كلوزد ماليش دعوه، ده ما بيأثرش في ليميت، لكن يأثر بعد كده في الاتصال في الكونتينوس، في الكونتينوس عندك. طيب سؤال، يعني انا سابق الموضوع، هل الاثنين دول هل الفانكشن دي تعتبر كونتينوس؟ لا داز نوت او نوت كونتينوس. ليه نوت كونتينوس ليه؟ لان الكونتينوس كونديشن بتاعنا لازم الاثنين يساوي بعض، يعني قيمه الليميت تساوي قيمه الديفينيشن. يبقى دي ماينس 4 عند الاف 1 يبقى النوتين غير بعض، يبقى دي نوت كونتينوس. ليه؟ لان الاف عند ال1 ماينس 4 والليميت ايكوال 1، يبقى الاثنين ما بيساويش بعض، يبقى نوت كونتينوس. لكن ليها ليميت الليميت ايكوال 1. طيب لو عايز اعرف الليميت بطريقه ثانيه غير الرسم، بطريقه السبستيوشن، يعني اعوض، يعني هنا النقطه اللي عايز اجيبها عندها ليميت كام؟ ال1، يبقى سبستيوت الاكس ايكوال 1 يبقى 2 ماينس 1 ايكوال 1. يبقى بطريقه السبستيوشن يبقى ليميت اكس ابروتشز تو 1 2 اكس ماينس 1 يبقى ايكوال سبستيوت الـ x ب 1 يبقى 2 ماينس 1 ايكوال 1 بس. يبقى ده قيمه الليميت عندي. تعال نشوف اكزامبل ثاني. فايند ليميت x ابروتشز تو 1 او تندس تو 1. بنكتب x ابروتشز، نكتب كده ابروتشز تو 1 او تندس تو 1. الاثنين بمعنى صح، يعني بتقرب او ابروكسيميتد تو 1. And the limit x approaches to 2 f of x by graphing. عايز ارسم برضو الفانكشن دي اللي هي بيس وايز فانكشن ويحددها باي جرافينج. تعالى نرسمها يلا. يبقى ده الاكس وده الواي. هنا اكس اكس جريتر ذان اور ايكوال 1 وهنا اكس ليس ذان 1. يبقى اقسم المساله جزئين، جريتر ذان 1 يبقى اجي عند ال1 خلاص عند ال1 هنا، جريتر ذان اور ايكوال 1 يبقى ناحيه اليمين هنا هنرسم y ايكوال 2x ماينس 1، وناحيه اليسار هنا نرسم y ايكوال ماينس 1. هنا جيتر زان ايكوال 1 وهنا ليس زان كام؟ ال 1. 2x ماينس 1 تاني ده عباره عن ستريت لاين، يبقى عندنا ات ليست 2 بوينتس. مثلا سبستيتيوت x بكام؟ ب 0 مثلا 1 او اي 2 نمبرز جيتر زان ايكوال 1. عندك حق المفروض ما استخدمش الزيرو لانه قال لي جيتر زان ايكوال 1، يبقى مثلا 1 و 2. سبستيتيوت x ب 1 يبقى 2 ماينس 1 ايكوال 1، سبستيوت الـ x ب 2 يبقى 4 ماينس 1 ايكوال 3. يبقى we have the first point 1 1، الجزء الأول عند الـ x greater than or equal 1، وبعد كده عند الـ x less than 1. هنا straight line بالشكل، بس هنا x less than 1 يبقى الـ 1 مش معايا، يبقى open من ناحية الـ 1 يبقى open بالشكل ده. طيب بعد كده نعمل إيه؟ نحدد. هو هنا طالب مني الليميت as x approaches to 1 f of x، يبقى ده equal as x equal 1. طبعا دايما المشكله في الليميت عند النقطه الباوندرز هنا، الباوندر بالنسبه لنا literal point اللي هي اللقطه عندها، لكن اي نقطه ثانيه اكيد هيبقى continuous عندها. يعني مثلا تعالى نكمل. طب الاول عند الاكس ب 1، عند الاكس ب 1 الكيرف بتاعنا عند ال 1 from left to from right not the same value، يعني has not the same values. يعني عند from left ال 1 ب minus 1 وعند الرايت بكام؟ ب 1. يبقى معناها قيمتين للواي، حتى لو واحده كلوزد والثانيه اوبن مش مهم، او الاثنين اوبن مش مهم. ليه؟ لان انا عندي هنا زي ما قلنا ابروكسيميتد فاليو. يبقى في حد بيقول ايه؟ ليميت، اكتب كده ليميت داز نوت اكزيست، داز نوت اكزيست، الليميت مش موجود عندنا. يبقى الليميت مش موجود، يبقى عند ال 1 مفيش ليميت عندنا. طيب ليه؟ مهمه جدا، عشان لازم الليفت والرايت يبقى زي بعض، يبقى فروم رايت وفروم ليفت. لو واحد ماشي من هنا ماشي من الليفت وماشي من الرايت لازم يقابلوا في نفس النقطه، حتى لو النقطه دي اوبن. يبقى في الحاله دي بقول عليها ايه؟ ليها ليميت. لكن لو اتنين ما تقابلوش خلاص يبقى ما بقولش عليها ايه؟ يبقى ليها ما لهاش ليميت. طيب سؤال بقى تاني، مثلا هنا ليميت ات از اكس ابروتشز تو مين؟ 2 اف اوف اكس، يبقى ده ايكوال عند الاكس ب 2. ما فيهاش مشكله عند الاكس ب 2 فروم، لو انا ماشي من اليمين لان هي على كيرف واحد وعلى لاين واحد،
يبقى from left from right equal 3 from left equal 3 يبقى from left و from right has the same values اللي هو كان value 3 يبقى limit equal 3 يبقى عند 2 equal 3 بس يبقى limit عند طبعا عند 2 equal 3 وعند limit عند x approaches 3 موجود وعند 4 موجود وعند 0 موجود وعند minus 1 موجود وعند minus كله هي إيه المشكلة عندي في النقطة اللي فيها ايه دايما بندرس النقطة اللي فيها ايه اللي فيها قطع اللي احنا بنسميها في اللي فيها مشكلة عندنا اللي هي الباوندري بوينتس طب ده بيستخدم الجرافينج طب لو كان قال لي نفس المسألة بس عايز استخدم من السبستيتيوشن او ما قاليش جرافينج احل ازاي limit as x approaches to 1 اعمل ايه اعمل سبستيتيوت بالفاليو بالx equal 1 في الرايت والليفت لو الاثنين طلعوا لي نفس الفاليوز نفس الفاليو يبقى ليه limit يعني سبستيوت الx limit x approaches to 1 ل 2x minus 1 ده في حالة greater than جيتر زي معنى ايه او في حالة الx جيتر زي ال1 يطلع عندي الفاليو كم يبقى 2 times 1 يبقى كم 2 يبقى 2 times 1 minus 1 يبقى 2 minus 1 equal 1 طب limit as x approaches to 1 from left اللي هي minus 1 طبعا لما عوض هنا ما فيش x يبقى الفاليو تفضل زي ما هي بكام minus 1 الاثنين يبقى معناها from left و from right have not the same values value ما لهمش نفس الفاليو يبقى does not equal الاثنين مش بي equal يبقى حد بيقول ايه الليميت does not exist يبقى الفكره كلها ان انا في الليفت وفي الرايت في جريتر ذان بعوضه في الليفت ذان بعمل سبستيتيوت بالفاليو بتاعت اللي هي ال1 لو طلعوا بيساوي بعض يبقى ليها ليميت ما ساووش بعض يبقى مالهاش ليميت دي اول طريقه عندنا طريقه الجرافنج عندنا طيب انا ازاي نعرف نعمل كومبيوتنج ليميتس يوزنج ليميتس رولز الرولز عندنا او طبعا اول رول عندنا هي سبستيتيوشن رول يعني ايه سبستيتيوشن رول ان انا جاست وي سبستيوت الاكس بالفاليو لاكس ابروتشز تو اي او اكس تندس تو اي يبقى سبستيوت الاكس بكام بايه في الفانكشن اللي عندنا طب لو الفانكشن دي كونستنت هل الفانكشن كونستنت بتتغير يعني مثلا عايز اجيب ليميت اكس ابروتشز تو 1 ل 3 ايكوال يعني ايه ان واي يعني معناها الفانكشن ايكوال 3 يبقى الواي ايكوال 3 يبقى الرسمه بتاعتها ازاي بالشكل ده واي ايكوال 3 يبقى ستريت لاين هوريزونتال لاين بالشكل ده هل عند اي قيمه للاكس قيمه الواي هتتغير لا عند الاكس 0 والواي ب 3 الاكس 1 والواي ب 3 يبقى عند اي فاليو للاكس الليميت ايكوال كام ايكوال قيمه الفاليو قيمه الفانكشن دي 3 يبقى ليميت از اكس ابروتشز تو اي ال ايكوال ال ليميت اكس از اكس ابروتشز تو اي جاست سبستيتيوت الاكس ب اي يبقى ايكوال اي x باور n يبقى a باور n n روت لل a يبقى n روت لل a يعني سبستيتيوت الاكس باي a يبقى جاست وي سبستيتيوت للاكس بالفاليو بتاعت مين بتاعت اللي مطلوب مني اجيب الليميت بس بالشكل ده طيب تعال نشوف دي طريقه اسمها سبستيتيوشن طويل يعني فور اكزامبل ليميت x تندس تو a 3 للباي الباي كونستانت اللي هو 3.14 ابروكسيميتلي يبقى الانسر ايكوال كام ايكوال باي limit x الفانكشن اللي هي الواي ايكوال اكس as x tends to باي يبقى سبستيوت الاكس باي باي يبقى الانسر ايكوال باي limit x tends to باي x to the power n يبقى نعوض عن الاكس باي باي يبقى باي باور n limit 7th root للx as x tends to باي يبقى سبستيوت الاكس باي يبقى 7th root للباي يبقى ده الانسر عندنا يبقى الفكره كلها just with substitute الفاليو بتاعت الاكس عندنا يلا فايند الليميت فايند ليميت اكس ابروتشز تو 1 للاف اوف اكس وير اكس اوف اكس ايكوال 2 اكس كيوبد ماينس 3 اكس سكويرد بلس اكس ماينس 2 يبقى الليميت اكس تندس تو 1 2 اكس كيوبد ماينس 3 اكس سكويرد بلس اكس ماينس 2 سبستيوت الاكس باي 1 جاست وي سبستيوت اكس باي 1 يبقى 2 تايمز 1 يبقى 2 times 1 power 3 minus 3 1 squared plus 1 minus 2 يبقى equals 2 times 1 2 minus 3 minus 1 plus 1 cancel يبقى الانسر equal كام equals minus 2 خلاص يبقى الانسر equal minus 2 يبقى الليميت يبقى الفانكشن دي لو جيت رسمتها خلاص لو جيت عملت جراف للفانكشن دي كل ما الاكس approaches to 1 او tends to 1 تقرب لل1 الواي هتقرب لكام؟ للماينس 2. يلا ايفالويت ليميت اكس طبعا كلمه ايفالويت يعني اوجد هي نفسها كلمه فايند يعني اوجد
هي كلمه كومبيوت يعني احسب، خلاص كل ده معنى واحد، فايند او ايفالويت او كومبيوت كل ده معناها تحسب عندي. يلا ليميت اكس ابروتشز تو 2 يبقى انا سبستيتوت، يبقى دي قيمه الفانكشن اللي هي الاف اوف اكس اللي هي الواي، هو عايز يعرف قيمه الواي، الواي هتروح لكام لما الاكس تروح ل 2. يلا سبستيتوت الاكس ب 2 باور 5 يبقى ايكوال 32 ماينس 3 تايمز 2 باور 4 ايكوال 16 بلس 2 ماينس 2 ديفايدد باي 2 تايم 2 ذا باور 3 ايكوالز 8 ماينس 3 تايمز 4 بلس 2 ماينس 2 جاست سبستيتوت الاكس ب 2. طيب تعال نشوف هيطلع كام، يبقى 32 2 كانسل ويز 2 2 كانسل ويز 2 32 ماينس 48 يبقى 32 ماينس 48 ديفايدد باي 8 ماينس 12 ايكوال ماينس 16 ديفايدد باي ماينس 4 يبقى الانسرز ايكوال كام؟ ايكوالز 4 يبقى الفاينل انسر 4. الفاليو ممكن تطلع نيجاتيف، تطلع بوزيتيف، تطلع زيرو. ممكن الليمت تطلع زيرو مش مشكله، لان احنا عارفين زيرو ديفايدد باي اني نمبر ايكوال زيرو، يعني افرض كان النومريتور ايكوال زيرو والدومينيتور اني نمبر اذر نمبر، يبقى زيرو ديفايدد باي 4 ايكوال زيرو. ايه المشاكل عندنا بقى في الليمت؟ اكبر مشكله عندنا لما يطلع لي ايه؟ ان ديترمينانت او اللي احنا بنسميه ايه؟ غير محدد، قيمه غير محدد، لا زيرو فير زيرو. undefined او unspecified قيمه مش معروفه indeterminate تلاقي كام؟ 0 over 0 0 over 0. طب في الحاله دي بعمل ايه؟ تعال نشوف examples عندك. find او evaluate، تاني find او evaluate او compute معناها احسب او اوجد. limit x tends to 2 x squared minus 4 divided by 2 minus 6 just we will substitute the x by 2 يلا نعوض على x ب 2 يبقى 2 squared equal 4 يبقى 4 minus 4 divided by 2 minus 2 equal equals 0 over 0. دي مشكله، دي بنسميها ايه؟ indeterminant. يعني indeterminant يعني ايه indeterminant؟ يعني معناها غير محدده او undefined او بنسميها ايه؟ unspecified، غير معروفه او غير معروفه عندنا. طب الحل في حاله زي كده ايه؟ عندنا اول طريقه ممكن استخدمها ان انا اعمل ايه؟ اعمل factor عشان استخدم طريقه الكنسليشن عشان اشيل السبب اللي خلاها 0 over 0. طب يلا نعمل، يبقى اكتب تاني ليميت، اكتب تاني ليميت x tends to 2 يلا نعمل فاكتور x squared minus 4 we can factor by using difference between two squares then we have x minus 2 times x plus 2 divided by 2 minus x x minus 2 cancel with 2 minus x يفضل عندي minus 1 لان احنا عارفين x minus 2 divided by 2 minus x يبقى equal minus 1 يبقى ده equal limit x tends to 2 minus x plus 2 then we can substitute x by 2. ليه؟ لان خلاص السبب او الريزون اللي خلى 0 over 0 راح. ليه؟ خلينا نفهم هو جات منين الزيرو؟ هنا الاكس equal 2 او tends to 2 يبقى 0 جه منين؟ من x minus 2 عشان لما نيجي نعوض تبقى 2 minus 2 يبقى لازم النومريتور والدومينيتور الاثنين يبقى فيهم x minus 2 عشان يبقوا كانسل مع بعض فيروح سبب ال 0 over 0. يبقى تاني في الفاكتور غصب عني لازم يكون في النوميريتور والدومينيتور x minus 2. طب لو دي كانت x tends to minus 2 كان لازم النوميريتور يبقى فيه x plus 2 والدومينيتور فيه x plus 2 عشان الاثنين يروحوا مع بعض. يبقى فكره مهمه جدا عندنا ان السبب في 0 over 0 لازم يتشال، يتشال بايه؟ بالفاكتور عندنا. طيب كده خلاص الاكس minus 2 راح، يبقى اقدر اعمل ايه؟ اعمل سبستيتيوت الاكس ب 2 يبقى 2 plus 2 equal 4 وهنا نيجاتيف يبقى minus 4. خلاص يبقى الفاينل انسر ايكوال. يبقى دلوقتي بقى في ليميت، الاول كان indeterminant غير معرف عندنا او بيسموها unspecified غير مشهور او غير معروف عندنا دلوقتي او غير محدد دلوقتي بقى موجود عندنا خلاص. يبقى الانسر ايكوال ماينس 4. يبقى الطريقه الاول نعمل substitution عادي، لو طلع 0 over 0 0 over 0 0 over 0 نرجع نعمل فاكتور، عملنا فاكتور راح السبب خلاص في نعمل cancellation في السبب عندنا في اللي خلاها 0 over 0 بعد كده نعمل substitute بالفاليو بتاعت الاكس يبقى الفاينل انسر ايكوال ماينس 4. يبقى الانسر ايكوال ماينس 4. تعال نشوف اكزامبل تاني. ايفالويت ليميت اكس تندس تو 3 اكس ماينس 3 ديفايد باي اكس سكويرد ماينس 9. جاست وي كان سبستيوت الاكس باي 3 يبقى 3 ماينس 3 ديفايد باي 9 ماينس 9 يبقى ايكوال 0 over 0 ايكوال 0 over 0. 0 over 0 طيب لو كان الانسر 0 over any other number يعني مثلا اوفر 3 يبقى الانسر ايكوال 0. طب لو طلع نمبر مثلا 3 اوفر 0 مش هتقابلنا،
دي مش هتقابلنا، دي المفروض تطلع انفينيتي، بس هنشوف ليها كيسز ثانيه بعد كده السنه الجايه ان شاء الله. لكن دلوقتي لا، احنا قابلنا مين؟ 0 اوفر اي نمبر، يبقى الانسر ايكوال 0، يبقى الليميت ايكوال 0 خلاص. لكن 0 اوفر 0 دي المشكله عندنا. طب نعمل ايه عشان دي اللي ايه؟ انديترمينانت. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ يبقى دي انديترمينانت اللي احنا بنسميها ايه؟ ان سبيسيفيكيشن زي ما انت عايز تسميها. طب undefined. نبتدي نحل بقى، نحل ازاي؟ نجيب الليميت ازاي يا شباب؟ نعمل فاكتور، يبقى ليميت as x tends to 3 x minus 3 divided by x squared minus 9 يبقى equal x minus 3 times x plus 3. x minus 3 cancel with x minus 3 then او السبب راح، x tends to 3 يبقى هنا لازم يبقى x minus 3 و x minus 3، يبقى substituted x ب 3 يبقى 1 over 3 plus 3 equal 6 يبقى 1 over 6، يبقى ده الفاينل انسر. طيب find limit x approaches to zero. طيب قبل ما اشوف الاكزامبل ده تعال نرجع هنا تاني. طيب طبعا مش لازم يبقى الفاكتور كله يبقى difference between the square، لا احنا عندنا فاكتورز كتيره، عندنا difference between the square اللي هو a squared minus b squared يبقى equal a minus b times a plus b، وعندنا difference between two cubes ايوه a cubed minus b cubed يبقى equal a minus b times a squared minus AB plus AB plus B squared. وعندنا A cubed plus B cubed يبقى equal A plus B times A squared minus AB plus B squared. وعندنا كمان أي طريقة تانية factorization، يعني مثلا لو جبت تاني example، مثلا جبت كده limit X approaches to أي حاجة مثلا 2 x squared او x approaches to 1 x squared minus x plus 6 مثلا خلاص divided by خلاص نخلي دي 3 x minus 3 يلا نعمل substitute x squared minus 9 مثلا for example يلا عايزين نحل دي، نحل دي ازاي؟ يلا نعمل substitute x by 3 يبقى ده equal 3 squared equal 9 يبقى 9 minus 3 ايه x tends to كام؟ نخلي دي minus، طيب نخلي دي minus يبقى 9 minus 3 minus 6 divided by 9 minus 9 يبقى equal 0 over 0. طب نعمل factorization يبقى equal limits as x approaches to 3 x squared minus 6 minus x minus 6 يبقى equal كام؟ يبقى x minus 3 times x plus 2 divided by x minus 3 times x plus 3. x minus 3 cancel with x minus 3. لازم x tends to 3 يبقى x minus 3 و x minus 3 cancel. يبقى ده equal then we can substitute x by 3. 3 plus 2 equal 5 divided by 3 plus 3 equals 6. يبقى الانسر 5 over 6. يبقى ممكن يقابلني اي نوع من factorization. طيب الفكره الثانيه لو طلع لي 0 over 0 بس عندي فيه راديكال اللي هو سكوير روت او راديكال اعمل ايه؟ هنا ما اقدرش استخدم الفاكتورايزيشن او فاقدر اعمل ايه؟ اعمل راشوناليزيشن. يعني ايه راشوناليزيشن لو فاكرين؟ ان انا اعمل مالتبلاي باي ايه؟ دومينيتور، اعمل مالتبلاي باي كونجيجيت، الكونجيجيت اعمل مالتبلاي باي كونجيجيت. يبقى الفكره ثانيه عندنا لو البسط او النوميريتور او الدوميريتور في راديكال في سكوير روتس، في الحاله دي اقدر اعمل ايه؟ اقدر احل بطريقه استخدام مين؟ باستخدام طريقه الكونجيجيت عندنا، بس كان ده لو طلع ايه؟ 0 over 0. يبقى الاول نعمل سبستيوت عادي، يلا فايند او ايفالويت او كومبيوت ليميت اكس تندس تو 0، يلا سبستيوت اكس ب 0 يبقى 0 ديفايدد باي روت 0 بلس 4 ماينس 2 يبقى ايكوال 0 ديفايدد باي روت 4 ايكوال 2 2 ماينس 2 ايكوال 0. 0 over 0 يبقى عندي two method، لا factor او ان هنا في root، بدل في root يبقى ممكن اعمل ايه؟ اعمل multiplied by conjugate، يبقى اكتب كده equal limit as x tends to 0 x squared divided by root x squared plus 4 minus 2. طبعا الconjugate بتاع الـ root هو مين؟ يبقى root x squared minus 4
بلس 2 يبقى بغير اشاره مين اللي في النص هنا، هنا ماينس يبقى هنا بلس. طبعا ماليش دعوه بالساين او الاشاره بتاعت اللي جوه الروت، لا انا بغير الاشاره اللي بره الروت. ديفايدد باي روت اكس سكوير ماينس 4 بلس 2، الروت موجود في النوميريتور في الدومينيتور، يبقى عامل مالتيبلايد باي مين الكونجيجيت عندنا، يبقى ده ايكوال ليميت as x approaches to 0 x squared times ده نزله زي ما هو، يبقى root x squared minus 4 plus 2 divided by هنا difference between two squares in. ليه؟ انتوا عارفين لما اضرب الرقم في المرافق بتاعه، يعني عندي مثلا a minus b times a plus b، يطلع لي difference between two squares يبقى equal a squared minus b squared، يبقى اي رقم في المرافق بتاعه يبقى مربع الاول، الاول squared minus الثاني squared، الاول squared يبقى السكوير روت راح، يبقى x squared minus 4 minus مربع الثاني اللي هو 2 مربع بتاعه كان 4، يبقى ثاني الاول سكوير يبقى بشيل سكوير مع سكوير يطلع x squared minus 4 minus 4. طيب واحد يقول لي طب ليه انت من الاول ما عملتش فرق من مربعين عندك؟ انا غلطت هنا x squared plus 4 دي plus plus، ايوه انا اللي غلطان صح، المفروض اغير مين؟ الشرط اللي بره الروت زي ما اتفقنا، يبقى هنا plus 2 plus 2 صح؟ يبقى اغير الشرط اللي بره الروت، يبقى ده minus يبقى plus. طيب يبقى ده كام بلس؟ يبقى هنا بلس، يبقى ده ايكوال يلا تاني 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 اكس سكويرد عملنا سبستيوشن طلع 0 فور 0، نضرب في مين في الكونجيجيت يبقى روت اكس سكويرد بلس 4 وهنا ماينس نخليها بلس يبقى بلس 2 بغير الشرط اللي بره الروت، اللي بره الروت وهنا تبقى بلس. طيب هنا مربع الاول يبقى اشيل السكوير روت مع السكويرنج يطلع كام اكس سكويرد بلس 4 ماينس مربع تاني كام؟ طبعا الاكس كانسل وذ اكس. طيب يبقى ليميت x tends to 0 x squared times root x squared plus 4 plus 2 divided by x squared. طبعا ال x squared cancel with x squared. ليه؟ لان ده x tends to 0 يبقى معناها اللي هتغيره من x minus 0 من البس والمقام. يبقى ده equal substitute x by 0 then we have root 0 plus 4 plus 2 equals 2 plus 2 equal 4. يبقى الفاينل انسر 4. طبعا طبعا هنا حتى لو كانت x squared minus 4 مش هعملها فرق من 40 طبعا لان في روت، يبقى دايما لو في روت نعمل ايه؟ نحل بال نضرب في المرافق ايا كان ما مضروب في النوميتور او الدومينيتور. تعال نشوف اكزامبل ثاني. find limit x tends to 0 root x squared plus 1 minus 1 over x squared equal then we can substitute x by 0 0 plus 1 equal 1 1 minus 1 equals 0 divided by 0 0 over 0 نعمل ايه؟ يبقى نعمل ايه؟ نعمل multiply by conjugate يبقى ده equal limit x tends to 0 root x squared plus 1 minus 1 times ايوه حتى لو root في numerator او denominator نعمل multiply by mean conjugate يبقى times root x squared plus 1 plus 1 divided by x squared times root x squared plus 1 plus 1 يبقى just we changes the sign of mean اللي بعد الروت اللي هو اللي في النص اللي بعد الروت يبقى ده equal limit as x tends to 0 يلا ده فعل مربعين رقم والكونجيجيت بتاعه يبقى مربع الاول يبقى السكوير راح مع السكوير روت يفضل عندي x squared plus 1 minus مربع الثاني 1 يبقى negative 1 divided by x squared times the root x squared plus 1 equal limit as x tends to 0 طبعا ال1 راح مع ال1 يبقى x squared divided by x squared times x root x squared plus 1 then we have x squared here and here we can cancel x squared with x squared يبقى equal limit as x tends to 0 1 divided by root x squared plus 1 now we can substitute x by 0 يبقى 1 over root 0 plus 1 equal 1 يبقى الفاينل انسر 1.